بسم الله والابن والروح القدس الان واحد امين. عمالين تتكلموا على البابا شنودة، في شخصيات كتيرة بتتكلم على البابا شنودة في أماكن كتيرة، تقول لك البطرك الحالي منفتح والبطرك القديم ما كانش منفتح. لا عندي هنا وبقف عشان انا كده خلاص دماغي فاض بيها. هل يعلم كل من يتكلم على البابا شنودة ثالث مثلث الرحمات ان البابا شنودة عمل اتفاقيات حوارية مع كنايس كتيرة، ووصل اتفاقيات تقريبا مع كل الكنايس على طبيعة السيد المسيح؟ بعد فترة تجاوزت نقول 1600 سنة، يعني عمل أول اتفاقية مع الكاثوليك صح، وعمل مع الأنجليكان، وعمل مع الكنيسة الإنجليزية أو الكنيسة المشيخية أو الكنيسة البروتستانتية، عمل طبعا مع روم أرثوذكس. بابا شنودة عمل اتفاقيات مع كل الكنائس حول طبيعة السيد المسيح، وأنهى المشكلة دي بعد 1600 سنة. المجهود الذي يسير فيه البطريرك الحالي كان بداية طريقه قداسة البابا شنودة الثالث المتنيح بطريرك 117 للكنيسة القبطية الأرثوذكسية. وجه ببساطة استناده ان لازم يكون في جانب عقيدي، لازم وحدة عقائدية. عشان يبقى مش كل يوم والتاني حد يطلع فكرة يخترع له ديانة مختلفة. ما هو البلوة اللي احنا عايشين فيها دلوقتي والعالم عايش فيها ايه؟ نتيجة للنسطورية. بطريرك طلع فكرة غلط في ايام الكنيسة الجامعة وسار وراها وضحك على الناس، ضحك على الشعب، طلع بلاوي للعالم كله، العالم كله متدمر بسببه دلوقتي. فلما بطريرك الكنيسة المتنيح قال ان لازم عقيدة، هو مش غلطان، ومش ده البطريرك الوحيد اللي قال كده في الكنيسة القبطية، ومش ده البطريرك الوحيد في الكنائس الجامعة اللي بيقول كده. واعتقد ان اي حد رئيس لطائفة معينة هيقولك ان لازم يكون في وحدة ايمانية. لو ما تمتش الوحدة الايمانية دي يبقى الوحدة عامة اللي بتتعمل غلط، لان وحدة بناء على ايه؟ محبة. حلو جدا ورائع ومنتهى العظمة. وحدة المحبة تكفي ان احنا نخدم سوا حقيقة، وموجودة حاليا. أنا بعيشها مع كتير من الكنايس المختلفة، حتى ولو اختلاف بسيط في الإيمان، ولكن بنخدم مع بعض مفيش مشكلة. ودي بأيدها لأن احنا في كنايس مش متفقة معانا في العقيدة ومع ذلك فيها محبة كبيرة. مش كل الكنايس اللي مش متفقة معانا في العقيدة مفيهاش محبة، لأ فيها محبة. بعكس كنيسة من الكنائس حكيت عليها قبل كده وقلت ان الكنيسة دي برغم ان هي من اتفاق في العقيدة لكن محبة ما فيش. ده لا ينفع ولا ده ينفع، both of them الاتنين كلهم مع بعض، لازم الاتنين مع بعض. لو حاجة منهم ما تكفيش. لكن الاتنين مع بعض يوصلونا ليه؟ الوصول لنتيجة سليمة صحيحة.
وجهة نظري الشخصية ان انا شايف ان وحدة الكنائس الحالية متوقفة على غير ان محبة وعقيدة المحاورين من كل الكنائس. لما يطلع محاور من الكنيسة احد الكنائس يقول ويشكك في بتولية العذراء، سلمنا عليه بعد بكرة من هنا لغاية لما نموت كلنا، ولا هي حد من الكنيسة القبطية الأرثوذكسية هيقبل المهزلة دي، لأن دي اسمها مهزلة. ده اللي مش مسيحي ما يقبلش بالجملة اللي بتتقال دي. ازاي اصلا يتحط وازاي يناقش في مجلس الكنائس مصر لما يتحط بعض الشخصيات من بعض الكنائس دون ذكر اسمها؟ هما بقى اصلا ما عندهمش لباقة في الحديث. لما بيجي يتكلم مع الناس ما بيتكلمش بلباقة. ده يعني يتحط في لجنة حوار كنس ازاي؟ قسيس من الاسس موجودين في لجنة كنائس مصر بيخبط عمال على بطال، مش ليه طريقة تعامل أو تواصل محترمة أو لائقة، هيتقبل ازاي؟ يعني عندنا فيه 2 دلوقتي في لجنة الحوار عليهم علامات استفهام وتعجب بالعبيط. واحد بيتكلم عن بطولة العذراء بطريقة مش حلوة، ده لأ، ده انت هتلاقي ملايين العباط الأرثوذكس رافضين المهزلة دي. واحد تاني طريقة تعامله مع المحاورين طريقة تواصله مش حلوة، يبقى ايه؟ دول ما يوصلوش للوحدة الكنسية. لو سمحتوا كل الكنائس الموجودة في مصر وفي الشرق الأوسط تراجع مين المحاورين والممثلين للكنائس دي. ما الممثل الكنيسة دي ممكن يوقف نفسيته وانا بتكلم معاه، وطريقة التعامل بتبان وردود الأفعال بتبان. رجاء رجاء اختيار الشخصيات اللي فعلا تقدر توصل للوحدة وما تعطلهاش. على بقى يعني طريقتي في الكلام والكلام ده كله، اقدر اقول لكم ببساطة ان من اسهل الكنائس وصولا للوحدة كنيسة الروم الأرثوذكس، كنيسة الأنجليكان، كنيسة الكاثوليكية، بعض الكنائس البروتستانتية. ده بالترتيب اللي في رأيي، في رأيي أنا الشخصي، مش دعوة بترتيب الكنيسة، هم حرين، بس من خلال كلامي أسهل الوصول. وممكن كمان بعض الطوائف البروتستانتية تسبق الوحدة من الكنائس الكاثوليكية. والوحدة مش معناها إن كلهم يمشوا على إيمان الكنيسة الأرثوذكسية القبطية ولا العكس. الوحدة يعني كلنا نوصل لفكر الكنيسة الجامعة قبل الانشقاق، وده اللي كلنا بنتمناه أعتقد يعني، وبنتمناه. وما ينفعش في وحدة قايمة على حب بس أو وحدة قايمة على عقيدة بس. عقيدة ما فيهاش فعالية في الأسرار، ما فيهاش فعالية في الخدمة. يعني عندنا الكنيسة بقول لكم لو حضرتك رحتوا تصلوا فيها هيعرفوكوا، ونفس ايماننا هيعرفوك هيعرفوكوا، لان العمليه ماشيه هناك سبوبه. هو فاتح الكنيسه عشان يجيب الفلوس؟ برغم ان هو ممكن نفس الكنيسه، الكنائس الشرعيه، هو عشان هو العمليه مش معاه خدمه، العمليه معاه الكنيسه دي مصدر رزق بالنسبه للرعيه دي او الجاليه دي. وبالرغم اللي بقول لكم من الكنائس الشرقية، يعني هي لا هي الأقباط ولا هي السوريان ولا هي الأرمن ولا هي الأرمن. ازاي 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 هو أحد ال يعني بلاش، لا مش هقدر أقول ولا هي الأرمن. العملية ماشية سبوبة، فماشية سبوبة
مش برضو هي دي الوحدة اللي احنا عايزينها. انا عايز لما احضر اروح القداس وكل المسيحيين يروحوا القداسات يحضروا في اي كنيسة او يجوا عندنا، محدش يأثرهم، يتعاملوا زيهم زي الكنيسة القبطية الأرثوذكسية. وعشان يتم ده لازم يبقى فيه وحدة عقيدة وإيمان سليمة، أو على الأقل يبقى فيه احترام ومحبة. وده اللي لقيته فعلا، بقول لكم، في الكنيسة السريانية الأرثوذكسية، في الكنيسة الإيطالية، في الكنيسة الأثيوبية الأرثوذكسية، في الكنائس الكاثوليك، في بعض كنائس البروتستانت. في الروم الأرثوذكس ما حضرتش، مكدبش عليكم، ما اتاحتش الفرصة ان انا احضر. وقابلكم في فيديو جديد مع قناة دكتور أوجستين. رجاء محبة، مشاركة الفيديو وعمل لايك وتعليق، وربنا يتمجد. شكرا لحضراتكم.